أهلا بكم من جديد. استحوذت شركة فيسبوك على شركة مابلر السويدية لتدخل عالم الخرائط في منافسة واعدة بينها وبين خرائط جوجل وأبل. وتعد منصة مابلري أكبر منافس للخرائط المصورة مع جوجل، خصوصا في تصوير المناظر الحية للمواقع. وقد تمنح هذه المنصة فرصة لفيسبوك لدمج هذه الخرائط عبر منصاتها والترويج لها. للحديث حول هذا الموضوع معنا من القاهرة خبير مواقع التواصل الاجتماعي محمد عادل. أهلا وسهلا بك، صباح الخير محمد. الفترة الماضية بين أكبر مواقع التواصل الاجتماعي يوجد حمى شراء هذه الخرائط، إيش السبب؟ صباح الخير عليك وعلى جمهورك الكريم. بالضبط، طبعا السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والشركات التقنية عموما مهتمة جدا بفكره الخرائط. السبب الرئيسي في الموضوع ده ان الخرائط ما بقتش مجرد أداة على الكمبيوتر بتحاول توصل بيها لمكان معين او تعرف عنه اي حاجه، لكن الخرائط كمان بقت كمان وسيله تفاعليه للشركات والمتاجر عشان تقدر تتواصل مع الزبائن بتاعتها. وكمان طبعا يعني طالما الشركات بتستخدم الخرائط، فالشركات اللي عندها مواقع سوشيال ميديا أو خدمات إلكترونية بتستخدم الخرائط لاجتذاب المتاجر دي عشان تعمل عندها إعلانات. وبالتالي لو فيسبوك مثلا حب إن هو يطور أكتر من نظام الخرائط على متنه، مش هيحتاج إن هو يروح لجوجل أو أبل عشان يستخدم نظام الخرائط بتاعهم، وبالتالي هيوفر حق التكلفة دي. فصفقة استحواذه على الشركة السويدية مابلاري هي خطوة مهمة جدا، لأنها مش بس بتاعت اعتمد على فكرة توفير الخرائط بشكلها التقليدي، ولكن هو بيوفرها بشكل تفاعلي، شكل بانورامي. يعني لو حد فتح خرائط فيسبوك كمان 5 سنين هيلاقي الشكل مش مجرد خريطة صماء، لا لا، انت هتلاقي ان انت لو واقف في الشارع نفسه هتلاقي ان حواليك كل الحاجات اللي موجودة. انت ممكن ترفع موبايلك كده بايدك وهتبدأ تسكرول او تسوايب بايدك، تسحب بايدك الخريطة فتعرف ايه اللي حواليك. طبعا ده هيفتح مجال اكبر بكتير لفيسبوك واعلانات اللي يعني بيجتذبها فيسبوك من المعلنين. محمد، فعليا الان احنا بنستخدم جوجل ماب أو الأغلب بيستخدم خرائط جوجل ماب في حياته اليومية، وهي فعلا فيها كل شيء. يعني أنا لما بستخدم جوجل ماب بيطلع لي كل تفصيل أحتاجه، والدايركشن والتفاصيل وكم يبعد والمسافة والوقت وإلى آخره. طب يعني المنافس إيش حيكون فيه له حاجة مميزة أو مختلفة؟ المختلف عند مابلاري هي الأجهزة اللي بيتعمل بيها سكان أو مسح للأماكن. خلينا نوضح للسادة المشاهدين الفكرة. فكرة مابلاري أو نفس الفكرة عند جوجل ستريت فيو، الخدمة نفسها بتعتمد على مسح وتصوير الشوارع من المستوى الشارع نفسه. يعني عملية التصوير ما بتتمش من خلال القمر الصناعي، ولكن بتتم من خلال جهاز بيتم تصوير الشارع نفسه الحقيقي عن طريق الجهاز ده. جوجل بتستخدم أجهزة ثبتها فوق سيارتها بتتحرك في شوارع العالم، ولكن مابلاري مسهلة الموضوع أكتر بحيث إنها تقدر تمسح أكبر عدد من الشوارع في أقل فترة ممكنة، وده من خلال إن هي بتعتمد على أبليكيشن ممكن ينزل على الموبايل، ممكن ينزل على أجهزة في حجم الذراع اليد الواحدة. وبالتالي ده هيخلي عدد أكبر من المستخدمين يشاركوا في عملية مسح الخرائط أو مسح شوارعهم على الأقل. فأنت كده بتوسع دايرة الشوارع اللي بيتم مسحها على مستوى العالم، وده هيخلي وصول فيسبوك لكل شارع في العالم أسهل بكتير وأسرع من المدة والتكلفة اللي تتحملتها جوجل عشان تقدر تقدم خدمتها دي. فمابلاري بيسهل كتير على المستخدمين إن هم يشاركوا في عملية المسح اللي هي بتبقى كراود سورسد يعني. وبكده فيسبوك هيقدر ينافس جوجل أو أبل في النقطة دي بشكل كبير جدا في فترة قليلة. نعم، طيب محمد نتطرق إلى جانب مهم جدا وهو جانب الخصوصية.
الفترة الماضية كان في إشاعات كثيرة يعني بيتهموا فيسبوك إنها بتنتهك خصوصية المستخدمين، والآن هي برضو في 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 خوض إنها تشتري هذا التطبيق، تطبيق الخرائط. طبعا نبي نعرف يعني كيف نضمن خصوصيتنا من هذه التطبيقات، وهل لهم الحق إنهم هم يصوروا الشوارع بدون إذن من الدول وأصحاب الأملاك وإلى آخره؟ لا 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 طبعا، لا طبعا. دخول خدمات زي دي في أي دولة بيتم تنسيقه مع أي حكومة على مستوى العالم. يعني لو في حكومة ما تمش التنسيق معها وتم تصوير شوارعها، ده بيعتبر طبعا انتهاك للأمن القومي بتاعها. نعم. فأكيد هيتم، يعني الشركات دي ما بتسيبش أي حاجة للصدفة، يعني ما بتاخدش أو ما بتتخذش أي خطوة وما بتحطش نفسها في موقف إن هي يتم دخولها في نزاع قضائي أبدا، وخصوصا مع الحكومات. فإحنا لو هنتكلم على انتهاك الخصوصية، هو بيتم التنسيق مع الدولة نفسها، ولكن هو المشكلة الكبيرة بتكون في الأشخاص والمواطنين نفسهم، لأن في ناس كتير جدا رفعت قضايا على جوجل مثلا لأنها ظهرت في عملية تصوير للشوارع. فهي دي بتكون المشكلة، إن هي مع الأفراد وليس مع الحكومات. ودي بتكون طبعا نزاعات قضائية. نعم. طويلة الأجل جدا. نعم محمد، لديك الوقت صعب. عندي سؤال مهم جدا محمد، وحاب أعرفه منك بأنك خبير في التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي. ذكرنا في البداية أنها شركة ناشئة، شركة ناشئة. احنا بنذكر شركة ناشئة يكون رأس مالها بسيط وصغير. طيب لو كان رأس مالها بسيط أثناء إنشاء هذه الشركة، ليش ما يكون في فعلا تطبيقات عربية ممكن تكون ناشئة وتستحوذ من قبل أكبر الشركات في لاحقا؟ يعني هو بالفعل، يعني انا كنت بعمل ريسيرش في القصه دي قريب، بخصوصا في النقطه دي، لقيت بالفعل في تطبيق كويتي يعني في نفس المجال، في برضه في الستريت ليفل ايمجينج او تصوير من زاويه الشارع. فيمكن بس احنا عندنا يعني ندره شويه في نوعيه التطبيقات دي، لان التقنيات اللي بتستخدم في التطبيقات دي او يعني لتقديم الخدمات دي بتحتاج تقنيات عاليه شويه. ممكن بعض الدول العربيه بتمنع عمليه التصوير في الشارع بالشكل ده. يمكن كمان ده هيخليك تقول ان لو دخلت على جوجل ستريت فيو مش هتلاقي عدد كبير من شوارع الدول العربية بيتم تغطيتها خالص. جميل. فيمكن الدول العربية يعني بتكون عندها تحفظ شوية في مسألة تصوير شوارعها. جميل. ده اللي بيخلي المطورين او رواد الاعمال تتجنب الدخول في السوق ده. جميل. محمد عادل خبير التواصل الاجتماعي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لكل هذه الاضاءات اللي قدمتها في برنامج.